بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. الفكرة هذه أن الواحد لو كان عند المطعم كان عنده باركود ولا عنده الرابط بمجرد ما تضغط عليه ينتقل لك إلى هذا، بس لكن لو كان عنده باركود شلون يقرأها؟ شف موجود على صبعك في الشاشة في مكان فارق ونزل لتحت كذا بسرعة يطلع لك هذا الشريط قراءة الباركود، بمجرد ما تقرأ الباركود كذا شوف الآن ايش بيسوي، يعطيك الرابط، تضغط على الرابط وتروح حق الموقع الموجود في الصفحة. هذا وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.